يعني المسؤولين الأساسيين في حزب الله كلهم كانوا يذهبون في خدمته عندما يتوفر لهم أي فرصة. طبعا لم يكن هناك فرصة لأن ترسل إليه شباب حزب الله وترسل إليه جماعات كبيرة وعديدة، هذا غير متيسر، يعني وقته لا يسمح، ظروفه لا تسمح، ونحن ما كنا نريد أن نزاحمه كثيرا. لكن حتى هنا في لبنان عندما كنا نلتقي ونعود ننقل توجيهات وإرشادات وتوصيات سماحته لكادر حزب الله، وكانوا طبعا يهتمون بدرجة كبيرة، أو أحيانا ما كان ينقل إلينا بواسطة بعض إخواننا الطلبة اللبنانيين أو الإخوة الإيرانيين الذين كانوا يذهبون ويأتون إلى لبنان، وكنا نثق بنقولاتهم. كان الإخوة يسجلون يعني هذه الملاحظات أو التوصيات، وأيضا يعملون بها ويحرصون على العمل بها. نعم، يعني هو في الحقيقة كان أبا معنويا، ونحن كنا أيضا ننظر إليه كأب معنوي. وهذا الأمر تعزز أكثر بعد رحيل الإمام رضوان الله تعالى عليه، عندما كنا نرى أن قائدنا وولي أمرنا يعني سماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي دام ظله الشريف هو يحرص على أن يذهب عندما يتشرف بزيارة قم، يحرص بشدة على اللقاء مع سماحة الشيخ قدس سره والاستزادة منه. وقلنا إذا كان قائدنا يذهب في خدمة سماحة الشيخ ويسأله ويستفيد منه ويسترشد بتوجيهاته، فكيف نحن جنود وأتباع هذا القائد؟